جية الممسوخة، جية الكدابة، اليوم مخلصة غتقول الحقيقة ديال نهار الكنينيك، حيت كنت حاضرة، حيت كنت حاضرة نهار الكنينيك وغنقول الحقيقة. يا راس الطرو يا الكدابة، كدابة كدابة كدابة، انتي كدابة، انتي كدابة، نتوما انتي وشويطين. انا غنقولها لكم، غادي نعري لكم، غادي نبين لكم على الراس. نتوما باغيين ترجعوا بنات البدويه للحبس، باغيين ترجعوا بنات البدويه للحبس، حيت عارفين المشكل مازال كاين في المحكمه، مازال كاينين جلسات. بغيتو ترجعوهم للحبس باش تبقاو تخدموا، باش تبقاو تخدموا، باش الشويطين يبقى يخدم ويلقى باش يخدم. والله حتى بغيتو ترجعوهم للحبس، دخلي يا الكدابه وغادي تسمعي الحقيقه، والحقيقه كلها غادي تكون في هذا الفيديو، حيت انا حاضره على نهار الكنينيك وحاضره في الجلسات ملي كتكوني معاهم. هي الممسوخه، هي الكدابه، وشنو كنتي كتقولي ليهم وشنو كنتي كتحرضيهم. يلا اخوتي غنعطيكم التحيه وعاد غادي ندخل نكمل لا فيديو. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال وفي احوال جيده وفي احوال طيبه. شكرا لكم جزيل الشكر، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تنشكركم جزيل الشكر خوتي. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج، نموتوا عليكم نحمقوا عليكم يا احلى واغلى متتبعين زوينين اينما كنتو اينما ارتحلتو. دائما المغاربه اينما كانوا خوتنا الجزائر، وما نساوش العراق وتونس وكاع خوتنا المسلمين والعرب. اليوم جيت نوضح على النهار اللي وقع المشكل للقرويه وجابوها للكنينيك، حيت انا كنت حاضره غنقول داكشي اللي سمعته ودني واللي شافته عيني في المباشر، لحقاش كنت حاضره، كنت حاضره شافت عيني وسمعت ودني. وغنقول بان هاد الناس كيتامروا فعلا باش يطيحوا القرويه في مشكل وبنات البدويه يرجعوهم من الحبس، حيت من اللي كانوا في الحبس سمعوا يا بنات البدويه، لحقاش ملي كنتو نتوما مشدودين في الحبس هاد الناس كانوا فعلا تيخدموا بكم، هاد الشيطان اللي في الغربه كان خدام بكم، كان كيدخل فلوس على ظهركم، كان كيكذب وكان كيحرض عليكم، كان كيحرض عليكم باش تبقاو في الحبس. وما كانش هو الاول، ما كانش باغي التنازل، هو الاول ما كانش باغي التنازل باش تبقاو نتوما في الحبس ويبقى هو خدام. وهذا الشيء بخبار منكم، بخبار منكم، سمعتوني، ديروا طانسيوم هاد السيد باغي يرجعكم من الحبس، اقسم بالله الا باغي يرجعكم من الحبس، ودايرين مؤامرات وبغاو بالعاني ينوضوا المشكل، بغاو ينوضوا المشكل باش فاتحه. لحقاش هما عارفين بان الدعوه مازال كاينه، مازال كاينين جلسات، وخا دار تنازل اياه وخرجته، ولكن مازال امكانها دابا فاتحه الا بغات تراجع. لحقاش مازال عندكم جلسات وبغات تراجع وتقول انا ما بقيتش باغيه، يعني يولي المشكل يتبدا، يولي المشكل يتبدا، وباغيين يردوكم من الحبس باش يخدموا بكم. وانا جايه لك راس طار وما حشمتيش تكذبي، واش هذاك وجهك ولا مسلفه؟ واش هذاك وجهك ولا مسلفه؟ ياك نهار الكنينيك اللي وقع الفاتحه المشكل كنتي معاها، انت حاضره، انت حاضره البدويه، كان راجلها، كان طيب خناديه وخديجه، كان كنوز، كانوا بزاف القنوات كانوا حاضرين، علاش تكذبي وخرجه بلا 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 بلا، وفيديو فيه 9 دقائق ولا 10 دقائق بقيتي كتقولي تقولي 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 وتحطي من هنا وتنتفي من جنابك وتحطي. عندك يسحب لك غينفعوك، عندك يسحب لك غينفعك، هذاك بغى يدير هذا الشيء، هذاك بغى الغرض ديالو يرجع بنات البدويه للحبس باش يبقى خدام،
الغرض ديالو بغى يرجع بنات البدويه للحبس باش هو يبقى خدام، لان ماكلو البوز ماكلو الحوت بغى يبقى خدام بهم. سمعتيني يا راس الطرم؟ سمعتيني يا راس الطرم؟ وانت الاولى باش تكوني عارفاها، انت الاولى، انت الاولى خص حفصه دير معاك القانون، خص بنات البدويه يديروا معاك القانون، حيت انت اللي سببتي لهم 7 شهور الحبس. ملي انت عارفه، انت عارفه بان مزهره اللي سدت الباب على فاتحه، علاش سكتي؟ علاش سكتي حتى لدابا عاد خرجتي كتقولي؟ اذا انت كتكتمي الشهاده، انت خاص بنات البدويه انت اللي ديروا معاك القانون، وحيت انت عارفه، انت عارفه وسقرتي وخبعتي. علاش ديك الساعه تخبعتي ودابا منين خرجوا ودار لهم التنازل وخرجوا عاد خرجتي انت كتقولي بان فاتحه تسدت عليها الباب من طرف ام زهره؟ لا انت عارفه كان خصك ديك الساعات، كان خصك ديك الساعات تهضري، كان ديك الساعات خصك تهضري ما تكتميش الشهاده، وغادي نكمل وندوز من ديال نهار الكنينيك اللي كنتي انت حاضره وكانوا هاد القنوات كاملين حاضرين، وانت كتكذبي وكتقولي فاتحه بوحطت ما حشمتيش. نعط الله وعليك، نعط الله وعليك، والله الا لحشمت، الا حشمت نحطو لك في السطال واللي جاي طال. الممسوخه ما حشمتيش انت على بهاد الكبر، هذا بهاد الكبر تكذبي، وحنا حاضرين اخوتي اقسم بالله العالي هو العظيم يا من كذب. الا كنا حاضرين نهار الكنينات وانا بيدي سمعت الطبيب شنو تيقول، والطبيب دخل على غفله، حنا مع حفصه وفاتحه غايبه، وراكم عارفين نتوما الطونسيون ملي تيطلع لك لواحد الدرجه، راه الا طلع الله لا قدر الله غير 15، انا الوالده تيطلع لها غير 15 صافي كتيبس في بلاصتها، ما بالكم نتوما 22 طالع على السيده غايبه. ودخل الطبيب وسول حفصه قال لها واش عندها شي مشكل اللي خلى الطونسيو يطلع على حسن هاد الدرجه؟ قالت لي حفصي كاينين مشاكل، قال لها خصها تحاول ما امكن تحاول تبعد من المشاكل. قال لها لحقاش الطونسيو طالع لها بزاف، وبزاف قال لهاد الناس اللي راهم مرميين في المركب بسبب هاد المشكل. قال لها حيت حالتها ماشي هي هذيك، طونسيو طالع لها قال لها بزاف خصها تبعد من المشاكل. بقات حفصه غير تشوف فيه، ما بقات ما تقول له، ما بقات ما تقول له، قال لها خصها تبعد من المشاكل. قال لها انا تنصحك وانتوما حاضرين، هي المنافقين هي الكذابين، انتي حاضره والبدويه حاضره هي الكذابين، وكانت الشيفوره فاتحه الشيفوره، علاش تكذبوا؟ وعلاش تكذبوا؟ وعلاش كتباعوا يا الرخاصين؟ وعلاش كتباعوا على 2 دريال وكتباعوا كتخرجوا تكذبوا؟ انا يعطوني الملايين، يعطوني الملاير، ما نخرجش نكذب. خرجتي يا صحابك راه غادي يخلصوا لك الكريدي، واش خرجتي صحابك ولد الخربه غادي يخلص لك الكريدي؟ اللي خرجتي كتكذبي وغنقول وجبتي الكنينيك وجبتي الصبع وجبتي المراكش وخلطتي شعبان مع رمضان، خلطتي شعبان مع رمضان، انت منافقه وكذابه، انت منافقه وكذابه، انت كذابه، لان الطبيب شرح حداك شنو كاين، وانت كتسمعي بان الطبيب هذاك راه طبيب، هذاك راه طبيب. نتوما تكذبوا المخزن، تكذبوا محاميين، تكذبوا اطباء، شكون بغيتوا تكونوا نتوما؟ شكون بغيتوا تكونوا نتوما؟ وانا السيده حاضره عليا اللي كانت حالتها خطيره، والطبيب قالها حنا ماشي غادي نجيو نتيقوك انت، نكذبوا الطبيب ونتيقوك انت المنافقه اللي كنتي كتحرشيهم في باب المحكمه، كنتي كتحرشيهم في باب المحكمه، كنتي كتقولي لهم ما ديروا لهمش التنازل خليهم، انت كنتي كتحرشيهم. دابا وانا معمره اكتفي بسيدي، والناس تعمر اكتفى بالله سبحانه وتعالى ماشي بالبشر، هادو راه ما عندهم باش ينفعوك، اللي عمروك عمروك وقالوا لك خرجي تكذبي، خرجي ديري وديري وديري، وما باغيين يخدموا، وباغيين الخدمه في بنات البدويه، وباغيين الخدمه في فاتحه،
باغيين ينوضوا المشكل ما بين فاتحه وما بين بنات خوتها. نتوما بغيتوا ترجعوا بنات البدويه للحبس؟ نتوما بغيتوا ترجعوا بنات البدويه للحبس؟ والله العالي العظيم الا بغيتوا ترجعوهم للحبس ومآمر عليهم الشيطان اللي في الغربه هو اللي مآمر على بنات البدويه باش يرجعهم للحبس. ياك الناس خرجوا، ياك التنازل دار، ياك المراه تهلكت، وحنا حاضرين وحنا شايفين الصبع كتقولي كتحرك الصبع. انت حسن من الطبيب؟ واش انت حسن من الطبيب الشرعي اللي داس عند الطبيب الشرعي وداس عند القودات وداس عند الرؤاسة وكل شيء محطوط قدام الرؤاسة؟ تحية للمخزن النازل، تحية للمخزن النازل ادوي ونديرو كاع هاد الصبع سدت عليهم وزهرة بسبب من؟ بغينا نعرفو بسبب من اللي نتوما بغيتو تحيو هاد الموضوع بالعاني. وانا هاد النقطه ما غاديش نحيدها لكم باش ترجعوا بنات البدويه للحبس. سباب من سد سباب من سدت امي زهره كي دارت وشنو وقع حتى امي زهره سدت على صبع فاتحه؟ نديرو حنا كاع حتى لا كانت سدت عليها حيت خافوا الناس كانوا جايين هاجمين. ياك هكا ياك هكا الشياطين المنافقين الكذابين واللي خرجتي كتقولي ما الصبع سد عليه الباب وغنقول لكم على الكنينيك. ما عندك ما تقولي على الكنينيك، الكنينيك كنا حاضرين وسمعنا الطبيب. حنا تنسمعوا الطبيب ما تنسمعوش المنافقين بحالك. حنا سمعنا الطبيب شنو قال، سمعنا الطبيب شنو هضر وحاول يقول لحفصة بعدي امك من هنا. قال لها الطونسيون طالع لها بزاف، قال لها عندها شي حاجة في المشاكل باش هو طلع لها الطونسيو هكا شي مشكل قال لها عندها. قالت له ايه كاينين مشاكل هادشي اللي خسرت عليه مسكينة. قالت له فعلا كاينين مشاكل، قال لها خصها تبعد من المشاكل. الا كان قال لها عندها مشاكل هنا فاس ما خصهاش تبقى تجي، لان قال لها راه يقدر لا قدر الله يوقع لها مشكل يتفرقعوا لها العروق. لحقاش قال لها الطونسيو طالع لها بزاف؟ واش علاش كتنافقوا علاش كتكذبوا انت حاضره؟ عمروك قلبوك قالوا لك قولي العكس، قالوا لك قولي العكس ارس طار. انت كنتي كتجي معاهم من باب المحكمه كنتي كتحرشيهم، ها كنتي كتحرشيهم. عقلي عليا عقلي عليا مزيان، راكي كتعرفيني 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 حيت كنا كنتلاقاو. ياك انت معاهم تكتي كتجي وتمشي معاهم وتصوري فيديوهات وانت كنتي كتحرشيهم، ماشي حنا اللي كنا كنحرشوهم. حنا كنا كنقولوا لهم ملي كانوا كيخرجوا كنا كنقولوا كنتمناو يدير لكم الله تاويل الخير، لا ليكم ولا لدوك الناس. انت لا انت كنتي كتقولي لهم زيروا الحبل، دابا وليتي معمره كتافك بسيدي فلان ولا لا فلانه ولا لا فرتلانه. والله يعطينا بحق ما لا 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 وجهكم ما يعطيناش، لا 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 بحال وجوهاتكم منافقين وكذابين ومنسوقين كاع ما يعطيهم لنا. الله يخلي لنا وجهنا والله يخلينا مع الحقيقه. ومازال عندي ليك بزاف د الحوايج، مازال عندي ليك بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج غادي نبقى نحطهم لك. وما غاديش نحطك في المينياتور، ما غاديش نحطك في المينياتور حيت كذابه وما تستاهليش، كذابه وما تستاهليش. ملي انت حاضر بان السيده غايبه وسمعتي الطبيب شنو قال وخارجه تتكذبي الكذابه، خارجه كتكذبي. واش غادي نقول لكم؟ والله والله العالي العظيم الى ربي الى ربي غادي ينزل عليكم المسخ، ربي غادي يجازيكم، غادي يجازيكم بالكذوب وبالتنافق. وهاد اليوتيوب فعلا فعلا هاد اليوتيوب ما بقى فيه ما صرح الله، شوهته بالمغاربه، شوهته بالمغاربه يا المنافقين يا الكذابين يا اللي بغيتو تخلقوا البنات البدويه المشكل من الاول وبغيتو ترجعوهم للحبس وتبقاو خدامين تبقاو خدامين. لحقاش بنت البدويه قالت ما غاديش نبارطاجي، ما غاديش نبارطاجي، خلقت المشكل على هذا الشيء وحلفتي انت وقلتي
يا ريتني كو كانت ترجع بيا الزمن اللور ما نعطيش عليهم درهم 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 ومنوضها معاهم منوض هذاك الشيء علاش بغيت تخلق لهم فيلم باش تولي تردهم للحبس ودير الفاتحه المشكل ولكن ربي ما غاديش يعطيكم وترقبوا اخوتي فيديو مازال كاين فيه شرح واحد اخر وكنتحيكم وكنشكركم جزيل الشكر داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن نموتوا عليكم نحماقوا عليكم وهذا الفيديو فيه غير الحقيقه والله اللي تيشهد لا شيء من غير الحقيقه انا ما نكذب ما نافق ما نطلع قانتي بالكذوب لا انا اللي حضرت عليه وشفته خرجت ووضحته وهذا هو اخوتي الفيديو وشكرا لكم والتحيه لكم نحماقوا عليكم.